خبيني حاجه خبيني. في ايه يا حبيبي مالك؟ اقول لك ايه يا حاج، ما شفتش عيل كده بيجري من هنا لابس تيشيرت ازرق وبنطلون اسود؟ انا شفته. طب ليه يعني بقى؟ انت مالك كده منين؟ بقول لك ايه، انا مش هقول لك انا بشتري بطاطس دلوقتي. بكام البطاطس دي؟ الكيلو ب 200 جنيه. نعم يا صعبتي، خدي جري منين؟ هحطهم لك بقى في شنطه. انت مش عاوز حاجه، جري منين؟ جري من هنا. هنا مالك يا ابني؟ قول مالك، فيك ايه؟ ده جوز عمتي وعاوز يقتلني. يقتلك يا نهار اسود؟ طب اجري من حياتي، اجري من حياتي. يا لهوي اقتله. حاجه ما شفتش عيل صغير جري من هنا؟ اه انا شفته، اللي لابس تيشيرت ازرق كده وبنطلون اسود. اه هو ده، وعنده 11 سنه صح؟ هو اه ده جري من هنا. جري من هنا؟ نهار اسود، هو الراجل ده عمال يجري ورا والتاني عمال يجري ورا، هو في ايه؟ بيعملوا حاجه في الواد يا عيني يا حرام.